حول الموضوع عندما لنا مباشرة من الحدود السورية التركية الأستاذ إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. قصف المستشفيات إذن دون تمييز، تكثيف العمليات العسكرية في منطقة جديدة دخلت منذ أيام فقط في اتفاق وقف التصعيد، موقف الجيش السوري الحر من هذا التطور؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. كان الموقف واضح وصريح باستهداف مكان أو مصدر إطلاق النار الذي استطال المناطق المنخرطة وهو مطار حماة العسكري. كان الرد عبر استهداف مطار حماة العسكري بصواريخ الإدراج من ريف حماة الشمالي، موقعين إصابات داخل مطار حماة العسكري. وأيضا ستستمر قوات الجيش الحر باستهداف مواقع قوات النظام في حال تكررت أو في حال استمرت الحملة الجوية التي تطال المنشآت الحيوية في إدلب وريفيا، تحديدا المشافي والمدارس. اليوم كما تحدث مراسلكم، نعم هناك ثلاث نقاط طبيه حقيقه خرجت عن الخدمه بشكل كامل، اضافه الى مدرستين في الريف الجنوبي، عناوه عن ذلك مراكز الدفاع المدني. اذا روسيا وايضا الميليشيا الايرانيه المتواجده بالقرب من ريف حماه الشمالي تحاول استهداف المناطق الحيويه او المنشات الحيويه التي يستخدمها المدنيون من اجل اما العلاج او حتى الاحتماء او حتى فرق الدفاع المدني التي كانت تقوم بخدمة هؤلاء المدنيين في وقت سابق. الرد هذه المرة كان عبر صواريخ الجراد، ولكن في المرات القادمة سيكون الرد على المستوى البري من قبل فصائل الجيش الحر. لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الدفاع عن المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتهم، خصوصا منطقة ريف حماة الشمالي والتي تعتبر هي منطقة استراتيجية وحساسة، وتحاول الميليشيا الإيرانية برفقة قوات النظام التقدم إليها منذ فترة من الزمن. في كل يوم كانت تدور هناك معارك، لأن هذه المعارك كانت على المستوى البري، نعم. عمليات تسلل وسط التسلل، ولكن هذه المرة كانت عبر سلاح الجو الروسي وايضا قوات النظام التي نعم. لم توفر اي زخرة او اي صفقة. نعم سيد ابراهيم، يعني بعد هذا التصعيد اذا الجيش السوري الحر لن يلتزم بالاتفاق ولن يلتزم باي هدنة في ظل هذا التصعيد، سيقوم برد فعل كما قلت على مستوى الجبهات البرية، لكن انعكاس هذا على الوضع الإنساني، انعكاس هذا على الأمل الذي كان يوضع في سبيل ربما تخفيف التصعيد وبالتالي إدخال مساعدات. الموضوع الإنساني طبعا هذا موضوع حساس جدا، ومعنى به الجيش الحر بشكل كبير جدا من خلال إيجاد ممرات آمنة لإدخال المساعدات، إن كان على المستوى الشمال السوري عبر الحدود السورية التركية أو حتى من خلال المكاتب الأمم المتحدة الموجودة داخل الأراضي السورية. في عين الاعتبار يأخذ دائما الجيش الحر أولوية وأيضا حماية المدنيين وتأمين مستلزماتهم قبل الخوض في أي معركة. قوات النظام أو سلاح الجو الروسي الذي استهدف المنشآت الحيوية هو من بادر بعملية الخرق، والرد كان من قبل الجيش الحر. لذلك الجيش الحر دائما ما يفكر في كيفية تأمين مستلزمات وتأمين الأمن والأمان للمدنيين قبل الخوض في أي معركة. لذلك عملية الانطلاق على الجبهات البرية قد تتأخر قليلا في حال لم يلتزم النظام بعهوده، وهو لن يلتزم أساسا طالما أن الميليشيا الإيرانية ترافقه في شمال حماة وسلاح الجو الروسي من الجو يقوم باستهداف المدينة. لذلك سيكون هناك حلول بديلة على المستوى الإنساني، إما الاعتماد على الحدود السورية التركية بشكل كامل من أجل إدخال المساعدات، ومن جهة أخرى حقيقة المدنيون عندما خرجوا أو عندما نصروا الجيش الحر في الثورة السورية كانوا يعلمون أن القصف سيطال منازلهم وأن نعم سيد المعركة الأمر الهين، وأنه سيكون هناك مدنيون ضحايا جراء هذه المعركة، إلى أنهم حسموا حقيقة قرارهم وصفوا في موقف نعم. الثورة. نعم شكرا لك، أشكرك جزيلا إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر، كنت معنا عبر سكايب من الحدود السورية التركية.